به آیات که به خزب سلطان کن به شر فرد نگاه و بلغ به رضا و تا فیحال کرد و حضر تلقاه عرشه فضیل لمن ظلم کرد و انکر کرد و کفر به آیات و جاهد به سلطان کرد و حاقه به نفس کن و استکبر لدا وجه و جادل به برهان کن و فر من حکومت کن وقت دارم و کامن من المشرکین فی الواح القدس من اسم الامر مکتوبا فیا الهی و محبوبی فرس رحمت کن و عنایت کن نفحات قدس التاف لتجذبنی نفسی و عن دنیا الى شطر قرب کن و لقا كنت المقتدر على ما تشاء وإنك كنت على كل شيء مهيتا عليك يا جمال الله ثناء الله وذكره وبهاء الله
أشهد بأن مرت عين الإبداع مسلوما شفكا كنت في أيامك في غمرات البلايا مرة كنت تهدى سلاسل والأغلال ومرة كنت تحت سيوف الأعداء وما كل ذلك أمرت الناس بما أمرت به من لدن أليم حكيم روحي لزرك الفداء ونفسي لبلاك الفداء أسأل الله بك وبالذين استزاد وجوه من أنوار وجهك فتبعوا ما مروا به حبا لنفسك أن يكشف الصبحات التي حولت بينك وبين خلقك ويرزقني خير الدنيا والآخرة إنك أنت المقتدر متعالي العزيز الغفور الرحيم صلى اللهم يا إله على السرة وأوراقها وأغصانها وأفنانها وأصولها وفروعها بدوام أسماءك الحسنى وصفاتك العليا ثم احفظها من شر المعتدين وجنود الظالمين
اللهم يا إلهي على عبادك الفائزين وإمامك الفائزات إنك أنت الكريم ذو الفضل العظيم لا إله